هذا حفظكم الله يقول: من هم أهل الزكاة؟ وهل المسكين يفرق عن الفقير؟ أهل الزكاة هم المذكورون في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. هؤلاء هم أهل الزكاة. والفرق بين الفقير والمسكين: إذا ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، إذا ذكر الفقير وحده يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر جميعا فالفقير من لا فالمسكين من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. وأما الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، وأما المسكين فهو الذي يجد أكثر الكفاية أو نصفها، فهو أحسن حالا من الفقير. نعم.